ما تعرفناش. انا بابا. يلا اهلا وكيل، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك حبيب قلبي يا كابتن. والله كل سنه طيب. اول حاجه وانت طيب. رمضان كريم. الله اكرم. هنبدا سيزون جديد من دوري كاتا فلام، سيزون سخن جدا. جاهز؟ والله انا كنت جاهز لغايه ما قعدت والنوم خبط في وشي نسيت كل حاجه. لا، عايزين نقول لك ان احنا النهارده موجودين في بوردز البوت، في معانا سامسونج، عشان نشوف كده شويه تحديات مع دوري كاتا فلام. دلوقتي عايزين نبدا بس ان وكيل ارتبط اسمه بالعربيات اوتوماتيك. امتى الموضوع تتحول من وكيل العادي لوكيل بتاع العربيات؟ ما انا بدات الموضوع العربيات ده من 2009 مثلا. انا كنت بحب العربيات بقى من قبلها مثلا بقد 8 9 سنين كده. اوكي. بس بحب بقى في البيت، يعني اقعد اتفرج على فيديوهات، ما كنتش بمارس هوايه العربيات دي غير في الشارع كده. وبعد كده بقى الموضوع ابتدى يتحول بقى لوظيفه من اول 2009. طب قول لنا كده كوكيل بقى، لو هيركب عربيه هتبقى ايه العربيه التوب بتاعت وكيل؟ العربيات اللي هي الهايفه، اللي هو تبقى كرسيين وواطيه وسبور وصوتها حلو وبتجري جامد. هو ده انا بالنسبه لي، ده كده متعه. والصوت، حته الصوت دي مهمه. لازم صوتها حلو ولازم تكون سواقتها حلو وشكلها حلو. يعني من الاخر عربيه حلوه. ايه اغلى عربيه ركبتها؟ من بالظبط من اسبوع، الاسبوع ده. ايه بقى؟ ركبت عربيه اسمها كونيكزاج ريجيرا. اسمها كده ولا 10 مرات كده؟ كونيكزاج ريجيرا. تعرف تقولها انت؟ مستحيل. كونيكزاج ريجيرا ايه تبع ايه؟ دي سويدي، شركه سويديه. أوكي. بتعمل عربيات، عربيه 1800 حصان، حوالي 400 مليون جنيه مثلا. ايه اغرب عربيه شفتها؟ طيب يعني غير ان هي اغلى عربيه، ايه اغرب عربيه شفتها بقى؟ مره شفت عربيه بتطير. بجد والله؟ والله. وبتفعلا عملت عليها حلقه موجوده على طيب. عامه بقى نرجع بقى للسينما. بتحب السينما والافلام يا وكيل؟ طبعا. انا بحب الافلام اكتر من انا عندي تروما من المسلسلات. يعني انا فيلم اتفرج على فيلم، مسلسل انا بافويد المسلسلات، بخاف منهم جدا. ليه؟ علشان بخاف من الرابطه بتاعه المسلسلات. بس يعني دلوقتي بقى 15 حلقه وسريع. حتى 15 حلقه بخاف، يعني انا اخاف ان انا اقعد فتعجبني افضل قاعد فيلم شغال ساعتين وهنخلص ساعتين. بس بحب الافلام طبعا جدا يعني. بس الافلام بتاعت الحقبه بتاعتنا برضو. علاقتك باحمد حلمي؟ انا شايفين كل سنه حبيب قلبي في عزومات في الساحل. والله في حاجات. هي كانت عزومه واحده صراحه. مش كل سنه، بس كل سنه بنتقابل لازم، يعني ده تقليد في الصيف لازم نتقابل. اللي بقى كان هو عارفك في العربيات وكده؟ كنت هو انا ما اعرفش انه يعرفني خالص. انا بالنسبه لي احمد حلمي وخلاص. بعد كده عملت مره فيديو كده تهريج فشافه وعلق عليه وعمل لي فولو. بعد كده هو بقى جالي مفاجاه، يعني انا بخبط عليه في الشاليه بفتح لقيت احمد حلمي واقف. ومن ساعتها دي اغرب حاجه حصلت لي في حياتي لغايه النهارده. ما حصلتش حاجه اغرب من دي في حياتي كلها. بدا اسالك شويه اسئله دلوقتي سريعه بقى عشان نسخن، نشوف انت بتحب افلام ولا مسلسلات ولا كده. افلام ولا مسلسلات؟ افلام. ايه اكتر فيلم بتحبه؟ اجنبي ولا عربي؟ عربي. يعني انا بحب مثلا لو حاجه كوميدي، يعني مثلا بحب الناظر مثلا قوي. تحفه. بحب الناظر. اكتر ممثله طيب. اجنبيه بحب بينيلوبي كروز الحقيقه. اوكي. ومصريه؟ بينيلوبي كروز. لا استنى اقول لك، ممكن في المطريه سهير البابلي الله يرحمه. يا راجل قوي. طب اكتر ممثل بتحبه؟ الممثلين اللي هم الجد يعني، احب احمد زكي طبعا، بحب محمود عبد العزيز، عادل امام جدا طبعا. لو انت هتمثل في فيلم، ايوه، تحب ايه الفيلم اللي انت تحب انك تمثل جواه؟ او ممكن لو هتمثل مكان احمد حلمي عادي. الف مبروك. الف مبروك حلو قوي. وعسل اسود. تحب تمثل اي دور فيه؟ لا امثل معاه، مش هاخد شخصيته. يعني جنبه في اي حاجه، يوظفني في اي حته بقى، مجاميع بتاع اي حاجه. دلوقتي انا هشرح لك اللي هيحصل في دوري كاتا فلام. احنا عندنا اربع فقرات في الدوري، كل ضيف هيجي هنا يتسال مجموعه اسئله ويعمل شويه تحديات ويجمع نقط من التحديات دي. حلو. وفي اخر السيزون خالص هنشوف ترتيبك هيبقى كام وسط الناس اللي جت. جاهز؟ يلا نبدا باول فقره. المفروض ان انا جاهز، مش عارف. يلا اول فقره اسمها كاتا ميكس. كاتا ميكس دي مجموعه ميلك ميكس، اسئله ميكس بين الافيهات والاسئله والمسلسلات. اوكي. جاهز معانا؟ ماشي. عادي. السؤال تجاوب عليه قوله يعني وحطه على جنب. نيلي كريم طلعت رقاصه في فيلم ايه؟ غبي منه فيه. مظبوط. احمد حلمي كان شايل البطاقه بتاعته في كيس اولويز في فيلم ايه؟ مطب صناعي. جامد. مطب صناعي. ماشي اللي بعده. انا اسف. ما اكلتش رز اكس لارج. ماشي سهل ده. احنا هندخل من الباب ده والبوليس هيدخل من الباب ده.
مش فاكر اسم الفيلم بس انا عارف انه طلعت زكريا. خش على بعض. مين الممثل اللي دايما بيتقال له شابوه على اي مسلسل؟ يوسف الشريف. جامد حبيب قلبي ده. ماشي. نور الشريف ده الشريف ولا ايه؟ نور الشريف. اه نور الشريف. كان في حد كاره دنيته وبيشتهي موته. اه ده تتر مسلسل ده. جامد. مين اللي كاره دنيته وبيشتهي موت بيشكره دنيتك وبيشتهي موتك؟ مين بقى؟ لا المسلسل اسمه كان المسلسل سعد الدالي. كان سعد الدالي والله العظيم. والله كان كاره دنيته وبيشتهي موته. أيوه. ايه اسم المسلسل اللي كان معمول فيلم وتسمى بنفس اسم الفيلم؟ العار. صح العار. والله العظيم. صح والله العظيم. ايوه صح صح اتعمل. احنا خلصنا اول فقره الحمد لله. والله العظيم بص سهله ازاي. الحمد لله سهله. غلطت غلطه واحده بس. غلطت غلطه واحده سعيد. هي كاتا هيتس. كاتا هيتس. اه ودي بنختبر فيها اذنك الموسيقيه. اوكي. جامد في الموسيقى ولا ايه؟ بحب اكتر حاجه اصلا بحبها في كل الاعمال الفنيه هي المزيكا. بجد والله؟ طبعا. ايه يعني غير الافلام والموسيقى التصويريه والكلام ده ولا عامه؟ لا الافلام والموسيقى التصويريه بجد والله اكتر حاجه انت حركني. هتسلك معانا جامد قوي. هحاول. ما انا ممكن استحمر عادي. لا 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 تسلك معايا. طيب التتر مسلسل. يا ساتر. ماشي. ركز فيها قوي. حضرة المتهم أبي. ايوه حضرة المتهم. الحمد لله. اقول لك ليه اصلا لسه بستخدم الاغنيه دي في فيديو عندي. بجد والله؟ عشان كده بس انا. ايوه دي حضرة المتهم أبي. جامد. أيوة. جامد جامد الحمد لله. كده عندنا اول واحده. ماشي. اخش على اغنيه فيلم. اوكي ماشي. اغنيه فيلم. جاء تصالحني. ده فيلم ده كان اصحاب ولا بيزنس؟ اصحاب ولا بيزنس؟ اصحاب ولا بيزنس؟ طيب اللي بعده موسيقى تصويريه. موسيقى تصويريه حلو ده. ماشي بتاعتك دي. يا رب. ده امير الظلام. نور مكانه في القلوب. دي موسيقى تصويريه لسه مش ال... ايوه مش الاغنيه. ما ده في الفيلم بتاع عادل امام. صح. مش اسمه امير الظلام؟ اتاكد. لا ما اسموش امير الظلام. امير الظلام ايه؟ هو اسمه امير الظلام. ايوه اخر حاجه وهي اغنيه. اغنيه بتاعت اعلان. اعلان رمضان. اه فين فين الشهاوة يا حسين. ايوه يا باش. انا عارف الاغنيه. ايوه انت عايز تعرف اعلان ايه ده؟ ايه اه سيب بقى الاغنيه شغاله هنعرف. لا مش تعرف. فودافون. جامد. فودافون. صح فودافون. صح ايوه صح. كنت لا جامد قوي. انت بيبسي في الاول. هو انا ماشي كويس؟ ماشي كويس جدا بجد والله العظيم. يعني انا ممكن ولا يكسب في اخر السباق الرمضاني ياخد حاجه؟ في جوائز طبعا. لا والله ما تعرفش بقى. ممكن تبقى هنا او هنا او بجد هنا. ممكن ياخد جايزه؟ اه والله. طب خليهم يجهزوا الكاياك ده. الكاياك عشان خلي بالك لو فيها جوائز انا في جوائز. جهزوا الكاياك يا شباب. طيب انت كده خلصت ثاني فقره. ماشي. وانت مادي عظمه والله العظيم. لا وفعلا اذن موسيقيه عندك طلعت فعلا والله. يا ريت تكملها كلها كده اغاني. تسلك. طب نخش على ثاني ثالث فقره بقى. ماشي. هي كاتافاست. اوكي هذا بتاع اللي هو لا مش وجع السنان. مش لا مش ده مش ده. ده حاجه ثانيه. نفس الاسم. نفس الاسم. بس انت ده حاجه بنختبر بيها بقى ايه؟ سرعه. السرعه. اه الوقت بتاعك انت نظامك في الامتحانات والوقت وال... لا الامتحانات انسى. وقت حاسس يعني امتحانات انت نكدت عليا قوي. ما فكرتيش موضوع الامتحانات ده. لا بلاش امتحانات. لا ما بحبش امتحانات. انا احب ممكن الدراسه كفكره لذيذه لكن من غير امتحانات. طب وكنتش بتحب الامتحانات خالص؟ لا انا بخاف من الدراسه يعني. لا لا ما بحبش الدراسه طبعا. وانا ده حالي لو كنت بحب الدراسه. طب بس الوقت يعني امتحانات. كان لما في وقت امتحان بقى ويلا بنلم الورق وبتاع. كنت بتعمل ايه؟ بتوتر. بس بتوتر طبعا. لا بس انا كان توتري مش عمري ما كان بسبب الوقت. كان بسبب ان انا اصلا مش عارف احل. يعني انا كان ممكن اقعد اليوم كله بس مش هحل برضه. طيب احنا دلوقتي هنختبر بقى معاك الوقت ونسالك شويه اسئله. اوكي. متقسمه جزئين الفقره دي. اول فقره اسئله صح وغلط. هسالك شويه اسئله على طول وتقول لي صح ولا لا. بس في خلال 30 ثانيه. كل واحد في 30 ثانيه؟ لا طبعا كلهم في 30 ثانيه. كلهم في 30 ثانيه. وعلى قد ما تقدر بقى تجاوب. على قد ما تاخد بوينتس اكتر. ماشي. ماشي؟ بس لازم تجاوب صح. ايوه ما انا مش شرط بقى. ما انت زنقني. هي صح وغلط بقى. فانت زنقني انت ونصيبك بقى. جاهز؟ فيلم همام في امستردام هنيدي اشتغل المطعم في الاخر. اه ماشي. فيلم التجربه الدنماركيه عادل امام كان عنده 5 اولاد. لا
في فيلم محطة مصر كريم عبد العزيز كان بيشتغل مندوب مبيعات؟ مش متأكد بس هقول اه، بس انا مش متأكد. في فيلم عسكر في المعسكر ماجد الكدواني كان اسمه خضر؟ بسرعة الوقت. ماشي. في فيلم حرامية في كي جي 2 سباعي جاب لنسمة بنانا؟ ماشي. في فيلم عايز حقي هاني رمزي باع مصر في الآخر؟ لا. في مسلسل يتربى في عزه يحيى الفخراني كان عنده محل ألعاب؟ طيب كله غلط. لا عامة صح والله، كل حاجة صح؟ لا مش كلها، غلطت اتنين بس. خضر دي غلط؟ خضر دي غلط، وفي واحدة تانية. والتانية اللي هي اللي هو باع مصر في الآخر. هو باعها مصر في الآخر؟ لا ما باعهاش. طب ما أنا قلت لا. هنرجع للفار ونشوف. ناخد اللي بعده. طيب حاسس في التالتة. أيوه. كتفاست. ماشي. لسه في كتفاست بس. كتفاست بقى... الجزء التاني بقى. ماشي. هنجيب لك مشاهد، أول ما هتلف هتلاقي مشهد من فيلم تجاوبه، قدامك 30 ثانية عشان تجاوب أكتر عدد مشاهد موجودة في السكرين. حاضر. جاهز؟ جاهز. حبك نار كريمة. اللي بعده. ما. غلط. لا ايه، ما مش حبك نار. بس مش حبك نار. لا اللي بعده. ده حرامية في تايلاند. ماشي صح. بس مش حبك نار. اللي بعده. هو في ايه. ماشي. اللي بعده. افريكانو. اللي بعده. القرموطي اللي هو اسمه ايه الفيلم؟ معلش احنا بنتبهدل. سحر العيون. جامد. ده بتاع هاني رمزي ده اللي هو عايز حق. صح. ده ليه خلتني احب. لا ده مش ليه خلتني احب. لا بتاع احمد زكي. اضحك صوره تطلع حلوه. ماشي. ده الرخم، الفيلم الرخم ده اللي هو بتاع تايم. هو تايم خلاص كده. بس قول لنا لو جبته هتاخد البوينت. اللي هو كان بتاع خالد سليم ومش عارف ايه وكده، كانوا انيميشن كده شغالين كله. عادي خلاص خسرت. لا اللي هم سنه اولى نظر. ماشي جامد. كاتا فاست. أيوة. دلوقتي اخر فقره خالص كاتا فيلم، هي انا هعرض لك بوستر فيلم على السكرين وهنديك مجموعه صور. تمام. هتاخد مجموعه صور في ايدك، طلع لنا ممثلين مثلوا في الفيلم ده اللي كانوا في الفيلم. ممكن نعرض الاول البوستر، ولو في الصور دي في ناس كانوا في الفيلم وناس مش في الفيلم. بالزبط. فانا ابعد اللي مش بالزبط. في الفيلم. واي واحده هتجيبها غلط هتنقص نقطه. طب نفسك ليه حاسك نفسك تنقصني؟ لا والله خالص والله والله دي قوانين اللعبه بجد. طيب ماشي اوكي. هتقلقش هتقلقش. لف اتفرج على البوستر الفيلم. يا سلام. شفت لما قلت لك في الاول؟ يا سلام. انت بتحفظ الناس. فاكر أيوة. لما قلت لي الفيلم الناظر ده؟ عشان كده قلت لك انت حظك حلو. ايوه ده بالصدفه. والله العظيم بالصدفه. الحمد لله يا رب. شفت بقى؟ طيب دلوقتي انت قلنا بس ذكرتك مع الفيلم ده ايه؟ فاكر الفيلم شفته مثلا 9800 مره، كتير جدا يعني، وعمري ما اشوفه الا لما لازم يعني لو شغال لازم اقعد اشوفه اتفرج عليه. حضرت سينما ولا ما؟ طبعا حضرت سينما. رحت سينما بجد والله؟ طبعا. والله رحت كذا مره. مش عارف هو اصلا ما كانش متوقع ان هو يعمل النجاح ده كله يعني في الوقت السينما ما نزل. مش عارف انت كان البوم بتاعت طبعا الناظر نفسه الليمبي خطير. ميس انشراح. ما فيهوش شخصية فعلا. ما فيهوش شخصية كله يعني مسطرة يعني. طيب دلوقتي هديك مجموعة صور ومعانا تايم 30 ثانية. حاول. لازم اقول لك ده لا وده ولا لا؟ طلع أفرز. طلع بقى نتكلم في الاخر. ماشي. ماشي يعني طلع. شمال معانا يمين يمين مش معانا. دي مجموعة صور. بس استنى صور كتير قوي مش هلحق انا. معلش في تايم لسه تايم شغال. كتير. لا مش هيكفوا. طيب. مش هيكفوا. طايم طايم ازاي؟ طايم مش حالها. جبت كام واحده طيب؟ يعني كل دول في الفيلم وكل دول مش في الفيلم. طب حلو حلو. هات بقى دول. بس طب ما اكمل دول. اول حد بسمه. بسمه. وفاء ولا المدرسه؟ وفاء ولا المدرسه. بوينت صحيحه. اللي بعده. حسن حسني. طبعا طبعا. فاكر كان اسمه ايه في الفيلم؟ استاذ سيد. استاذ سيد. وكيل الكليه. وكيل وكيل المدرسه. اللي بعده ده بقى كان اسمه ايه؟ اللي هو استنى ده اللي هو كان مفيش حد في دول هيتعلم. هيتعلم هنا. حدش هيتعلم هنا. انت ايه؟ انت عارف انك اترفدت محدش عارف. وائل. 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 جامد. جامد والله. اديني اي بورس. والله جامد. وائل. يا وائل انت عارف ان انت اترفدت؟ جواهر. جواهر طبعا. في توزه متزغطه. ميس انشراح وبرحب بيك ويلكم. عاطف. طبعا عاطف من الادوار اللي هي السهله. انت عارف ان هو كان طول الفيلم بيضحك. ايوه مبتسم. مطلوب منه ان هو ما يعملش حاجه انه يبتسم. بالظبط. طب انت كده جبت كام صوره؟ هات لنا كده الصور. عد كده معانا. 1 2 3 4 5 6 للاسف. بس ما جبتش كتير. بس حلو. بس حلو. 6 في 30 ثانيه ده تحفه. اتوقع انت جبت كام او عملت ايه في ال انا اللي انا فاهمه ان انا عملت جاوبت كل حاجه صح ما عدا 2 في كل الفقرات. كل الفقرات بس في حاجات فيها وقت. الوقت بس الوقت ده عمل
عملت فيه كام؟ يعني مثلا هي واخد 6 نقط. 6 نقط بالظبط. ما اعرفش بقى الوقت تاني كان ايه. عامه في خبر حلو وخبر وحش. ابدا بالوحش. الخبر الوحش ان الحلقه خلاص قربت تخلص. وحش قوي. والله العظيم. الخبر الحلو ان في سؤال بونص ممكن تعوض فيه اللي انت عملته في الحلقه كلها. يعني ايه اللي انا عملته بقى في الحلقه كلها؟ يعني السؤال بونص ده ب5 نقط. اوكي تمام. فاللي هو لو حتى ضيعت النقطتين هتاخد عليهم. هتاخد 5 نقط اكسترا. ايوه. طيب السؤال ده بما ان احنا في كاياكينج مكان كاياكينج في بوردز اند بوت ماونتن فيو هايد بار في اوبشن هم موفرين لنا ان انت تركب الكاياكينج وهتعدي الجزيره الناحيه الثانيه هتلاقي السؤال وسؤال بونص يعني المفروض سهل. هديك 5 بوينت يزقك قدام. okay. وده بونس اوبشن يعني انت حابب تعمله تمام مش حابب تكتفي انت واثق من نفسك اوكي اب تو يو بقى نتحمس ويلا ماشي توكل ويلا ماشي توكل يلا 5 نقط يلا يا جماعه احنا اولى بيهم. فشنل اكتر. يلا بينا. يلا يا جماعه انا هبهركم كلكم. ها جاهز؟ انا جاهز يا باشا. يعني اقف ولا انزل اقعد على طول؟ يا لهوي هاتوا هتقلب على جنبي. خد منه السؤال. طب ايه ما بتوقفش؟ اثبت بس اثبت كده. هنيدي في الصعيدي في الجامعه الامريكيه كان اسمه ايه؟ خلف الضهطوري خلف. تعالى سافك بيها يا جماعه قوي بقى جامد قوي والله العظيم. خليها بقى معايا اجيلك بقى تاني؟ تحفه. انا بس مش عارف هكمل حياتي هنا ولا ممكن اعرف اقول. هتقف تطلع عادي. بس عاش والله العظيم عاش. الحمد لله جامد قوي قوي. الاجابه ايه كانت السؤال بقى قول لنا؟ هنيدي كان اسمه ايه في سعيد في امريكا وانا جاوبت غلط عشان كنت متوتر. قلت ايه هنيدي هنيدي كان اسمه ايه في سعيد في الجامعه الامريكيه؟ ايوه صح خلف الدهشوري صح جامد جامد يا جماعه. سافه تاني يا جماعه سافه تاني بقى جامد قوي. افتكرت ان انا مجاوب غلط والله. في الحمد لله على السلامه خلصنا والله العظيم عايش جدا اداء الكاكين كان تحفه. انت عايز ارفع راسك بس والله العظيم يعني لا لا رفعت راسي فعلا كده كده حبيب قلبي وعايش جدا اتبسطنا جدا انك كنت معانا النهارده في الحلقه. وانا جدا وحياه ربنا زعلان انها خلصت. خلصت الحلقه تاخد انهي جوائز بقى من الجوائز اللي جنبك؟ هي دي جوائز كلها بتاعتك. كلها يعني كلها بتاعتي ولا هاخد انهي منها؟ لا لا كلها بتاعتي. بجد هاخدهم كلهم؟ لازم تاخدهم كلهم بجد حبيب ده كتير قوي ده والله. لا اتريك في فريندز. ليه فريند بس مش بروفيشنال يعني بحبهم. دي اخر لعبه لينا فريندز عملنا اديشن سبيشال اديشن ليميتد اديشن يعني للفريندز. الباقي مسلسلات على افلام على افيهات على افلام هنيدي. استنوا الحلقه على يوتيوب وفيسبوك وانستجرام وما تنسوش طبعا تعملوا في الحلقه لايك وسبسكرايب على يوتيوب وشير الحلقه وسيبوا كومنت وقولوا كل حاجه تقدروا تعملوها في اي انجيجمنت تعملوها. تعب معانا والله. شكرا جدا ليك يا وكيل حبيبي. ما تقلقش خالص ما تقلقش. يعني ده تبقى اخر فاهم تخيل اخرتي اغرق في ربع متر في الميه. ارميها في الارض قالك ساعتين واقف. هو ده مش عايز يعمل متعبه قوي. طب انت ممكن تعمل موفمنت دي بتاع الكرسي عادي. لا هو مرة تجيبولي كويس والله. انت لو ما جابولكش انت غالبا لقيته هنا بالصدفه. انت ايه رايح عليه؟